لما بنيجي نعمل انترفيو بنسمع اسئله غريبه قوي، بس الغريب الاسئله دي كلها اتطبقت علينا كلنا، يعني مفيش حد في مصر ما سمعش الاسئله دي من الاتش ار. النهارده نزلنا نسال الناس الاسئله الغريبه اللي بتتقال من الاتش ار في الانترفيوز، وكمان نعرف ايه هي اغرب المواقف اللي حصلت لهم. تعالوا نشوف الناس هيعملوا ايه. Introduce yourself. اسلام حسام، سنه تانية حقوق. Introduce yourself. وربنا زهقت من السؤال ده، بقالي 3 سنين ما بسالش غيره والله، والله حرام بجد. احمد النحلاوي. انجلش بقى. لا ستوب على عاد. حمار الجاكي 20 سنه. السؤال ده مش بتشبه عليه؟ اه طبعا في الانترفيو. طبعا في اي انترفيو يعني اول سؤال بيتسال هو Introduce yourself اكيد. تقريبا لو انت ماشي في الشارع يقول لك Introduce yourself، يعني مش فاهم، ما فيش غير السؤال ده في مصر. الانترفيوز اللي انت كنت بتعملها كنت بتتقبل فيها ولا بتترفض؟ لا انا ما اعرفش هنكلمك، انا ماشي بترفضت خلاص. السؤال ده سؤال كتير. لا عادي كل مره ما اعرفش اقدم نفسي. ايه اغرب موقف حصل معاك؟ كريمه الهيفوز بتتحط ازاي في الهوز؟ قول لي بقى بتتحط ازاي. هديك لبسه قلم استخدمها بتاع 10 استخدامات. لو قابلت مثلا رئيس الجمهوريه وقدامك دقيقه هتعمل هتقول له ايه فيها؟ هقول له ايه؟ انا هسلم عليه وخلاص، هو مفيش في الدقيقه غير السلام. قال لي لو معانا بيتزا لازم اقطعها 8 قطع من 3 مرات. انا بقى كان علي تفاحه صاحبي كان قايل لي بقى السؤال ده عشان هو كان اتش اف سنت اكتيفيتي، فانا دخلت قلت له، قال لي انت كنت عارف؟ قلت له لا تفاحه قايل لي عليه. كان بيقول لي اعمل حاجه غير متوقعه، نرفت بالقلم. انت بتهزر؟ قعد يسأل لي بقى مثلا في المجال بتاعي بقى اسئله انا ما عرفش اجاوب عليها اصلا من كتر صعوبتها. قعد يقول لي مثلا في الايكونوميك مش عارف حاجات. اه سبت شغلك القديم ليه؟ انت مالك انت؟ ما كنتش جيت انا هنا. بيقول لي ليه بنقطع البيتزا مثلثات؟ ليه بنقطع البيتزا مثلثات؟ قلت له ما اعرفش يعني. ليه بتتحط في علبه مربعه بعدها مدوره وكانت الحيطه لونها اخضر؟ انا عايزك تقنعني ان الحيطه دي لونها اسود. قلت له حضرتك الحيطه دي لونها اسود، حضرتك عندك عمى الوان. لو انت قاعد في اوضه ومعاك واحده صاحبتك هتذاكر ولا هتعمل ايه؟ وقال لي لو انت دخلت على صاحبك ولقيته بيذاكر مع صاحبتك وانتوا الاثنين كنتوا ساكنين مع بعض. مش بيذاكر يعني، بس هو كان زي انترفيو عندكم في البيت. مش عارف والله، هم كانت هوم فيزيت مش انترفيو يعني، بس ده كان سؤال غريب شويه. قلت له معلش هذاكر يعني، ووقت الفرح هنفرح شويه يعني عادي. مش عارف فين احنا، في امريكا ولا ايه اللي بيحصل ده؟ هو يا تبع امريكا الصراحه. شايف نفسك فين كمان 10 سنين؟ السؤال الرخم ده، لا انا مش هشوف نفسي فين يعني، مش فاهم. فيش. قلت له والله سبب ظروف يعني، ممكن نبقى في حته حلوه. وشايف بعد 5 سنين اكيد متجوز او في الجيش او بشتغل يعني. ما هو انا مش شايف نفسي دلوقتي اصلا، عشان اشوف نفسي بعد 10 سنين. فكان احسن من انا في دلوقتي في حين من غير بقى. ما انت شايف نفسي ابقى لاعب كوره في ريال مدريد؟ هتقدر تقدم لي ايه؟ هقدر اقدم على قد طاقتي. تروحت مكانك. طب ليه بيقعدوا يكلمونا بالانجلش مع ان المكان فيه اماكن بتبقى عربي اصلا؟ بس يعني الفقاقه في الشعب المصري طبعا معروفه، فالشغل في مصر كله عربي اصلا يعني. هو بس بيبقى بالانجلش وقت ما يحب يتنطط على العميل اللي قدامه، يحسسه بقى ان انا في مكان كويس وكده، اللي هو انت اصلا خارج من السعوديه عايز تتمرن تحافظ كلمتين انجليش فبيتنطط بيهم. ده السؤال اللي تقريبا الاتش ار اول ما بيشتغل بيقول له هتسال السؤال ده لاي حد جاي كده. اتش ار لما تسال السؤال ده انت اتش ار بس كده.